خلينا سوا سوا بلش أسعد على الهوى أسعد جاي وعند حكاية على الهوى أسعد جاي وعند حكاية وحكاية أسعد يومية للإذاعة اللبنانية ورح نسمع سوا أسعد على الهوى رح نسمع سوا أسعد على الهوى ورح نسمع سوا سوا أسعد على الهواء. أسعد على الهواء. جيرونا أكترن موظفين وبعرف كل واحد منهم حلة ونسي. موظف نظيف عايش على الهدى وفي موظف شريف ما بعمره ارتشي وكل الناس بيشهدوا لنزاهته وبيحكوا بأخلاقه العليا. قبل الظهر بيروح على وظيفته وبيرجع الساعة تنتان بيتغدى وبيرجع بيروح بعد الظهر بيشتغل بمحطة بنزين حتى يقدر يقوم بمصروف الباقي. وفي موظف عنده سيارة مثل هون وهونيك. يا بي يا بي شو سيارة بتسوى نوم العنان وكل يوم بيلبس طقم شكل وعلى طول عنده عزيم وصفرته ممدودة. وهالموظف كلنا منعرف قداش بيقبض بالشهر واللي بيقبضون لو كان عايش عليهم وحدهم كان بيعيش مثل حكايتنا مستور الحال يعني. وإذا طلعت فيه بتعرف فورا شو قصته. تطلع فيه هو وميشا بتلاحظ انه ايده طويلة ايده اطول من ايدان الناس كله وبيكون لابس جاكيت فيها كم. اما شو كم بتقول كم خارج ضرب الكم وعايش صاحبنا على ايده الطويلة وعضربات الكم وما عنده هم الا رطش الميل باي حال. في لعبة قمار اسمها تلات وراق يمكن بتعرفوها وهاللعبة بتشبه لعبة الموظفين يلي اخدين كسرة عالرشوة. بياخد منك ورقة الطلب بيعطيك ورقة تانية وبيمد ايده الطويلة وبياخد ورقة تالتة والورقة التالتة بتكون ماسورة والعملية بتحصل بسرعة البرق. بيخطف الماسوري خطف ولمين حس ولمين دره. وبعض الموظفين الموهوبين بالألعاب الخفية ما فيك تعرف كيف بيمدوا ايديهم على ايدان غيرون وبيلتشوا الماسورة. بعرف موظف من دون ما اذكر اسمه بياخد منك الرشوة بسرعة عجيبة غريبة وبلمح البصر بيصيروا الماسوري بجيبته واذا اعتبرهم كافيين بتمشي مع عملتك بسحر ساحر. اما اذا عدن وشافن اقل من طمعه يعني طمعوا فيك اكيد يدلك يا تعتيرك بتصير مع عملتك بخبر كان واذا سألته بكش بوجهك وبيقلك براس شفافه تبقى طل الشهر الجاية لانهم عملتك صعبة وعويصة وبدها وقت وبيمرق عملك وما بيخلص وقت المعاملة يلي نايمة بالدرج وعلى الوعد يا كمون. لما كان عندي من زمان معاملة بسيطة وعلقت هالمعاملة بمصلية موظف ايده طويلة فتت لعنده وقلت له صباح الخير ما رد ولا اطلع فيا مدات ايدي وقلت له حب بسلم عليك. لما قلت له هاك فكرني بدي نيبله ماسورة ابتسم له وشد لي على ايده ولما لقاها فاضية كعش وسحب ايده بسرعة وما عاد رد علي. ولما شافني دلات وقف ونطر قال لي ما عندي وقت إلك شرف وقف بره. ساعتها قلت لحولة بهدل مالك ولا تبهدل حالك وشلت من جيبتي اللي فيه النصيب وقربت صوبة ولقيته ابتسملي من جديد. تيري الحربوق اشتلق اني شلت مصوري من جيبتك مديت له ايده وانا مخجول من نفسه لان اضطرات اعمل شي مطيئه وسلمت عليها من جديد. شفط المصوري وحطهم بكمه يمكن لانه جايته معودة تساع وكرجت المعاملة.
كرج. وفي عندك موظفين بيعيشوا من عرق جبينهم ومش عايزين لأنهم منظمين حياتهم، وإذا لقيوا حلم بحجة لشوية مصاري زيادة بيشتغلوا شغلة إضافية. وفي موظفين إذا مرق يوم وملطشوا مصارة من تحت الطاولة بيمرضوا وبيسخنوا، مثل ما قال الشاعر: مريض ووجع وميؤوس ومش عم يشفى لمعتر، ولما رنلوا الفلوس صح وصار مثل عنتر. اسم الله اسم الله يغزل عن علاه. مال الحرام يا أخوان ما بيدوم، وإذا دام ما بيخمر، ومال الحلال اسمه معه حلال. بكرة منلتقي سوا نسمع أسعد على الهوى، بكرة منلتقي سوا نسمع أسعد على الهوى، أسعد جاي وعنده حكاية، أسعد جاي وعنده حكاية وحكاية أسعد يومية للإذاعة اللبنانية. أسعد على الهوى، أسعد على الهوى قدمه لكم عبد الله حمصي، كتبه للإذاعة جورج يمين، تنفيذ عبد الله شمس الدين، إخراج سمير أبو سعيد. أسعد على الهوى، أسعد على الهوى، أسعد على الهوى.